أهلا بكم. تثير شخصية السيد حسن نصر الله إعجاب العدو قبل الصديق وتحظى باحترامهما. برغم كل الحروب الإعلامية التي سعت إلى استهدافه شخصيا إلى جانب حزب الله، تمكن نصر الله من انتزاع اعتراف خصومه بتفوقه على كل المستويات. الجديد اليوم أن السيد بات مثالا ونموذجا للقائد الحقيقي في المنطقة العربية باعتراف إعلام الخصم والعدو قبل الصديق والحليف. صحيفة الحياة السعودية وفي مقال للكاتب حاسم صاغية تحت عنوان زمن حزب الله، يعترف الكاتب بتفوق نصر الله ويقول إنه في خطاباته سلح ويسلح جمهوره بالحجج التي تغذي سجالهم السياسي. يخطب فيشتق موقف سياسي من خطابه، جمهوره يفتخر به وجمهور خصومه يخجل بهم. هو قائد حركة توتاليتارية، هو مثل الخميني للشعب. هذا الاعتراف بنجاح نصر الله وتفوق شخصيته ليس الوحيد. صحيفة رأي اليوم نشرت مقالا تحت عنوان السيد نصر الله يغزو الجامعات، قالت فيه إن ما يثير الدهشة هو أن الجامعات في إسرائيل وفي عدد من الدول الغربية تقوم بتدريس شخصية السيد نصر الله، ناقلا كلاما من محاضرة البروفيسور الأمريكي نورمان فينكستاين يتحدث عن شخصية نصر الله بلغة أكاديمية. سيد نصر الله نصر الله يدخل على خطاباته الطابع العلماني وهي تحتوي على كثير من الدهاء. في الواقع فإنكم تتعلمون دائما من خطابات نصر الله، وأقول بصراحة هنا إن السيد نصر الله هو القائد السياسي الوحيد في العالم الذي تتعلمون من خطاباته، فهو معلم. كلام فلينكستاين هذا تقاطع مع اعترافات إسرائيلية لخبراء في التأهيل الإعلامي بقدرة نصر الله العالية في الحرب النفسية وفي بلاغته وقدرته على جمع الخطاب الديني والعلماني بشكل بارع ومؤثر، كما تقول نعومي بنت سور الخبيرة الإسرائيلية في التأهيل الإعلامي وفي لغة الجسد، وكما يقول هنري نير المتخصص الإسرائيلي في شؤون حزب الله. الدقة في الخطاب وانهماكه في الأمور اليومية وليس في الأمور الشرعية والدينية والقرآن وحسب، وهو تناقض يفاجئ حتى غير المتدينين بغض النظر عما إذا كانوا لبنانيين أو إسرائيليين. اكتشفت أنه ليس لاعبا صغيرا بل هو فنان، هذا حسن نصر الله. هو اعتراف صريح إذن بقدرة وتفوق الأمين العام لحزب الله الذي بات باعتراف أعدائه وخصومه الزعيم الأقوى والأكثر تأثيرا، لتنتقل صفة الجيش الإسرائيلي الذي قيل عنه يوما إنه لا يقهر إلى الرجل الذي أثبت بمقاومته أن هذا الجيش أوهن من بيت العنكبوت.